الله معكم الله معكم الله معكم، ما في غير الله معكم وكله عليكم. اهلا وسهلا بكم. قلت انا بطلع لايف فيسبوك اليوم، اما نزبط حالي عم نقي شو بدي البس تي شيرت، يعني شي قامت طلع لي تي شيرت من الزمن الجميل، من ديزني لاند. اوه شو بقالك بالحياة، هاو الذكريات الصغيرة الحلوة تتطلع فيها. كان بيتا انا يعني انه خلق انه شو بدي فيها، شلتا احياء للزمن الجميل. يا ما في اشياء كنا كبيناها رجعناها، صح صح. اليوم يعني مش خافف غضبي ولا يعني امتعاضي ولا قرفي، بس ما بعرف ليه انا عم بقرا الصبح المعلومات والاخبار وهيك، حاسه انه هول الجماعه رغم كل جبوت ورايي الشخصي انه بيعملوا حرب اهليه وما بيفلوا ومستعدين لو عم بيستعدوا لها. ما بعرف هيك شفتهم اليوم أقزام بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني هيدا بعيط عليه هداك هيدا بيقول له ليه حكيت هيك، هيدا فايتين ببعضهم فوتي ما بتفهم. بحب انه هيك نقعد نتفرج عليهم، حلو المشهد لذيذ، كيف نقعد يتفرج علينا الطوابير البن، نحن نتفرج عليهم عم بقبروا بعضهم. بحب الله يعطيني العمر. هلا هو عم بيصير بالاجتماعات المغلقة، بس انه هيك يشوفوا علني كمان حلو، حتى لو مغلقة ماشي الحال بتتسرب، كله بيتسرب وكله بينعرف. هيدا اللي معنطر عليك مثلا انت، هيدا بيأكل كف من مطرح تاني، فحجت عنتره لانه ماشي nothing. نحنا منصير نقول انه هيدا قوي هيك، يعني مش محبة، يعني بالمبدأ انه بالنظرة ايه بيطلع لأول شيء دايما في اقوى منه بفكرة ابتو، فحلو. بحب الشماتة، هي اللهم لا شماتة يعني وهيك، بس بهيدولي نو، هيدولي هيدولي اللهم شماتة ونص، اللهم شمتني فيهن يا رب يا رب. انتو كيفكن؟ على الاقل الجمعة انا تحفة، عن جد عم تحكوا؟ والله ما بعرف شو انا، بس انه امبارح صديقنا توني هيكل بويب سايت كتب على تويتر بويب سايت وتر، يمكن عم بودعكن انا بدون ما احس، لانه دايما عندي هيك رؤية، مش بتوقع يعني مش بتنبأ، بس انه عندي احساس. كتب انه خاص أزمة المحروقات تهدد إذاعات لبنانية، انه رح يبقى مش نحنا، لا كاتب هو إذاعة فئة تانية، نحنا فئة أولى، انه رح يبلشوا يطفوا سيرفراتهم بالمناطق بالبقاع بالشمال بالجنوب، تصير مختصرة هيك بركي إذا بقيت ماشي يعني بيروت المناطق، تصير بدكم تعلوا الأنتين وتخشوا وف إذا بيبقوا أونلاين شي هيك لا سمح الله يعني. هلا
هلا نحن عنا كتير وسائل تواصل اجتماعي، عندي هاليو بي اس هون تسمعوا طنطو كل يوم الساعة 10 بشرج فيها التليفون وبطلع لايف شي مطرة. بس انا صراحة بدون تملق يعني مش فرقاني معي، بس انه I trust انه اذا صار هيك شي نحن اخر ناس منطفي، يعني نحن منضلنا نقاوم لاخر نفس. هيك عنا اياها هيدي بالفطرة، عنا بايام الحرب ما طفت الاذاعات، كانت هي المنبر الوحيد للمعلومة وللخبر ولكل شيء. يعني مش معقول دايما بهالايام يعني مش حتقدر تغمض عينيك، مش حتقدر تتوقع شو يعني الاشياء اللي كانوا يخبرونا عنا اهلنا او نحن شفناها بصغرنا. بعد اسوأ يعني مش حتقدر، يعني ما حتقدر تتوقع شو معقول بعد يصير. هي هالقد في زعات للبيع قدامك، نبلش نجمع فرش من المستمعين لنشتريها. اصلا عم بخبروني عن اسعار الشقق وعم بقرا اوقات قديه نازله بشكل، يعني في شيء مثلا كان حقه مليون دولار، بتعرفوا الشقق عنا كانت ارخص وحده بمليون دولار، عم نحكي الشقق 300 400 متر او اقل شوي، او بتطلع على البحر. بتعرفوا قصه تطلع على البحر عنا، احنا اللبنانيه لذيذه لانه ما بنعرف نشتري هيك بيت صغير، بنحب البيت الكبير وبنحب اللي بيطل على البحر وعلى الجبل حريصة وعم انه او داون تاون او اي شيء. فال كان حقه مليون، اذا بتعطيه هلا 200 الف كاش ببيعك وبفل. بس هل انت باقي لتعطيها ال 200 الف وتعيش فيها؟ يعني يما بتركها هيك بتخبيها لما يرجع لبنان المزدهر بترجع بتغلى، لما يعني نخلص من هال لما نخلص من هالبوطة ونحرر الأرض ونحرر العباد ونحرر النفوس ونحرر هالعالم المستعبدة. عم بلشت عطش؟ عطتيش الأول واحدة رح تذكر عطش ما توفيني شعور هيدا هلأ يعني طلع علي فجأة. أنت بخبركن عنه لأنه أنا حاملة السلم بالعرض، أعتبر يعني من الناس مش حاملة السلم بالعرض، حاملة مسؤولية حياتي وحياة أولادي ووطني وهيك، يعني مش عم بقدر اطلع من الحالة. اوقات بطلع يعني بجرب اطلع من البيت شوف عالم، بلاقي هالعالم انه مش قادرة يعني استوعبهم ولا قادرة اتعاطى معهم كتير، بعبق برجع بقعد لحالي. يعني عندي كل الضربات السخنة والحالات النفسية اللي بعيشها كل لبناني، مع اني يعني كتر خير الله يعني افضل بكتير من غيري، بس ما عم بقدر اطلع من الحالة يعني تماما. بس اليوم هلا يعني حاسة بانه بهيدا الشعور، ما بعرف اذا انتم عم تحسوه، يما هو تقلب مزاجي، يما هو انفصام، يما هو انه مش فرقني معي شيء، وان شاء الله بتخرب بعد اكتر. حاسينه هالشعور لنشوف من بعده شو فيه، ولانه نسرع الخطى. يعني اوقات انت بتسرع الخطى كرمال الاشياء اللي بتفرحك، بتقول ان شاء الله بيجي هالنهار اللي شو بعرفني فيه فرحه فيه شيء، بس اوقات كمان يجي هيدا الشامل يعني الانهيار الشامل انه مش فرقاني معي هيك هيدا المزاج اليوم، فتعوا تكون مش فرقاني معنا. وأكيد أكيد جزء منه مش أنه بس مش فرقاني معي لأنه ما بحب أو ما عندي مسؤولية، لا، بركة لازم نجدد الإيمان ونثبته
هو بيعطينا هالحالة مش لا مبالاة ولا استسلام. انتبهوا، هي حالة من التسليم، تسليم للرب بمطرح ما بيعني انه نوقف نعمل دورنا بمطرح تاني. ايه كنت عم بقلكن قبل ما قطش انه امبارح ولا تلفزيون نقل عن اللي صار بزوق مكايل ابدا، انه لازم في عدد معين لحتى التلفزيونات كمان المقفلسة تبعت نقل مباشر، ما نقلوا امبارح لانه ما كانوا عددهم كتار، بس اللافت انه كان في شاحنات مسكرة الطريق. على فكرة انه ما في مين عملها، بس حلوة الشاحنات، حلوة فكرة الشاحنات، بس العدد كان قليل للأسف. تعالوا نصلي يلا. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. يا رب يا رب يا رب، عطفك ولطفك ورحمتك ومحبتك وعدالتك يحلوا علينا بهالأثناء عقلنا اللي بحاجة لأنك تنتبه له وتصونه، نفسنا المضطربة والمتألمة، مزاجنا، مشاعرنا، هو كلن قدرتنا على الصمود قبل الأجساد، هيدول كلن مننساهن. نحن عم نصلي مطلب انه يا رب ما تدقنا شوكة، ولا تدق شوكة اللي منحبهم، ولا نمرض بأمراض مستعصية، مع انه هيدا كمان لازم يكون من أولوياتنا، لأنه ما في حدا يحكمنا يعني إذا مرضنا. فكل شيء فينا هلأ بمرحلة الانهيار متكمشين فيه، شوي من صحتنا النفسية الباقية، شوي من صحتنا الجسدية الباقية، لحتى يعني ما نعوز حدا. يا رب عم ندعيك انك تحفظنا، تحفظ لنا على سلامة الجسد والروح إلنا ولأحبائنا والمحيطين فينا، لأن هون لا مجال إنه إذا مرضنا نصح، ما في شيء أكيد، وإنه نضطر ما نعوز حدا مثل ما دايما كنا نطلب منك. هيدي تعتبر من التجارب الصعبة اللي يا ريت تعفينا منها بهالمرحلة اللي جاية، المرض المستعصي، العلاجات اللي بدها وقت طويل ومال كتير واهتمام كتير ورعاية كتير، لا لقلنا ولا للآخرين، لأنه كل واحد هون أنجأ مشي حاله. ومنصلي لشفاء كل المرضى على كل المستويات، بالجسد وبالروح وبالنفس، ولأولئك اللي ما عم بيقدروا بقى يسيطروا على أوضاعهم العصبية وعلى نفسيتهم، فعم بيروحوا يخبطوا شمال يمين، مخدرات، انتحار، مطارح تانية كتير بعيدة عنك وعن اللي علمتنا اياه. نطلع حوالينا نلاقي انه نحنا متكمشين فيك، هيدي نعمة، انه نحنا متكمشين فيك هيدي نعمة اللي عم تعطينا القوة، لانه هون كمان بهالبقعة من الأرض
كل شي عم بيستنزف قوتنا وصبرنا كل شي إلا هيدي العلاقة بيناتنا وخصوصية العلاقة بيناتنا اللي يمكن مش عم نمارسها مثل ما لازم بس أقل وحاسينا هي اللي بس شدتنا للحياة مخليتنا نتمسك فيها مش لأنه واثقين بأي شي حلو رح يصير معنا بس لأنه واثقين فيك واثقين أنه صلواتنا بتلاقي دايما بالآخر طريقة لتوصل لعندك وبتوصل وبالوقت المناسب بتكون كل الإجابات عن تساؤلاتنا وبالوقت المناسب بيكونوا كل الأشخاص اللي بحثنا عنهم كل حياتنا وكل اللي بيسموه قدر وصدفة وفرصة هن من صناعتك ربي للي طالبين شغل عمل يصونن ويقدرن للي طالبين هجرة قدرة على أنهم يفلوا إذا كان البقاء هون رح يزيدن حزن وكآبة وجوع وقلة احترام وزل للي طالبين يصمدوا هون لأنه بحبوا هون كمان قدرة على الصمود قدرة كبيرة يعني مش من عنا من عندك كل شي لهالأيام مطلوب من عندك لأنه بيجي بكميات كبيرة لأنه هالقد أنت كريم يمكن ما منستاهل بس أنت كريم وقادر تعطي كل واحد حسب حاجته وتفيد 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 بركة ونور وبحبوحة وعذرا انت ما بتحب اللي بيطلبوا المال بس هيدي الوسيلة الوحيدة اليوم هون على هالأرض انها تنجينا من انه نعوز اي حدا اخر او انه نكون جماعة الآخرين أو ناطرين منهم أي إعانة بمعنى آخر يا رب حتى المال بعته من عندك وما تخلينا نعوز حدا أمين صلي يا ريما بصوتك صلي خلينا ندعي سوا تصفن القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم بيزور شهل فلتر بيعطي الثقة بالنفس الفلتر ايه ببينك عكس ما انت بالمناسبة على سيرة الفلتر وهيك طبعا كلنا بنستعمل نظبط الصور وهيك امبارح لفتت لي نظري شكران مرتجى ممثلة سورية اللي بحبها كتير شكران اللي كتير حقيقية نزلت صورة فل ميك اب اكيد مع فلتر وهيك طالعة صافت يعني بدون اي غلط ولا شيء وقسم الصورة بالنص وحتى صورة بلا ميك اب بلا ولا شيء يعني مبين التجاعيدات الصغار لحبوه انه المطارح هيك معلم بالوجه البشرة كل شيء فيعني هيك سكتتهم لهول ضل يقولوا لانه هي مش انت وشو عاملة وعاملة وما عاملة هاي انا وهيك بدي نطلع حالي بالصورة لك معي شيء مثلا حلو كتير قوية شو بخصوص ترمبات عم بيقولولي كتير 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 هون ليه لأن بدو يغلى هلأ يما بعدنا زيتنا على فكرة امبارح هلأ برجع بقرالكن
شو انكتب عن يعني مشاهدات الناس على الترومبيت. بس مبارح حدا خبرني, جوزي يعني مش حدا غريب, عن شي صار معه على الترومبا. بس يعني بأحيي أنا دايما برادة أعصابه, وأنا لو كنت محله يمكن ما بعرف, يمكن كنت زلت نتفت لشعره للمدام. على فكرة هول المدامات اللي ما عم بينزلوا يقولوا افتحوا لنا الطريق, هلأ عرفنا وينن, هلأ عرفنا وينن الجميع ما غيرن. هيون على الترومبيت مش فاضيين, يعني ما عم بيقدروا يوزعوا المهمات. يعني بيقول لي انه كان واقف على الترومبا في يعني عجقة, واقف بالصف والناس واقفة بالصف, وصل دور مدام قبله, فولت حذروا بقديه ب17,000, يعني انجأ نازل عند العلام, فولت ب17,000. اوكي سمعه هو, يعني سمع الزلمة عم بيقلها 17,000, مش الحال. ضلت واقفة, فتحت البواب ورا على الفرش في 3-4 جالونات, وتحت يعني مطرح ما بحطوا اجرين كمان 3-4 جالونات, وصار تتفحش انه بدها هيدا. قال له ممنوع, الزلمة اللي عن تروبا قال له ممنوع نعبي جالونات, في عالم وليك العجقة واصلة على الاوتوستراد ومدري شو. ضلت سوري على الكلمة تفحل لحتى اجا صاحب الترومبا وقالت له عندي سيارات مقطوعة, انه هي عندها ما بعرف كم سيارة, عندها سيارات مقطوعة من البنزين بدها تاخذ لهم. المقطوع البنزين بياخد نقطة, يعني بناخد قنيني كنا لنمشي السيارة. جايبت لها شي من 6-8 جالونات, ولتشوفوا انه العهر احيانا هو اللي بيربح على القانون وعلى الآدمية. تركوها كل هالناس, صرخوا شوي من سياراتهم, قال لي بس انه تركوها نطروها تعبي كل الجالونات. قلت له كيف عندكم هيك اعصاب, ليه ما نزلتوا ليا كلكم, ما بحق الا جاي وانا كنت باخد جالون بكبوا عليا وبولعها. والله ايه والله. قلت له كيف شعراتها, قال لي قلت له كيف شعراتها, قال لي بدي انزل كنت نتفلا ياه هون. تمام, بقول شو هالغنية اللي جايبها نضال, طلعت عن طمع. ريما يسعد صباحك, ابن خالي عنده محطة, اجت وحدة عملت مشكل بتقول سيارتها, تتقول سيارتها عبت 4,000 ليرة بعد مشكل طويل عريض لتفول. انت كاتب اوكي لتقول, بس هي لتفول عبت 4,000. ما اسألكن يا لطيف, ايه هاو من هوديك ما غيرن, هاو مدام افتحوا لي الطريق بدي اروح على شغلي. هاي نازين عم بتقول لي في موضوع ما حدا عم يحكي فيه, انه نحن مثلا موتور تبعنا لقلنا سو اجباري نجيب بنزين بالجالون لنقدر نضوي الموتور, شو بنعمل بهالحالة؟ بتجربي بتتفقي, يعني مثل ما بيعبولنا مازوت المحطات, عادة بيجيبولنا بيعبولنا مازوت, بتجرب تتفقي معه بوقت بالليل مثلا ما بيكون في عجقة قبل ما يسكر. أكيد في فورميل ما للناس اللي عندهم موتورات ومش بيعبوا بالجالون, يعني بأنه بيعبوا مش أنه مع الناس الناطرة لتروح على شغلة أنه منوقف كل الدنيا لنعبي 60 جالون. جورج هدول 4,000 صرفتهم بالنطرة. يا الله شو بحب أضربك, سيرة عنفية, أنا ضد العنف, سيرة عنفية من تداعيات الانهيار. هاي مدام كريستال, أي ما غيرها. ليك بيرانا اسمك, بيرانا ليك ما تتطلب كتير, ما تتطلب كتير إذا بتريده هيدا الموجود. اسمعي أونلاين, الإذاعة بتخش بكذا منطقة شدوا العزقة. الله يعينك, زمن انهيار شو بعمل لك. الله شو الصورة الجميلة, ليلى بعتت لي اياها من المطار, الله يهدينا يعطينا يا
يعطينا هالنطرة بالصف بالمطار. ليلى بعتت لي الصورة بس ما شفت التعليق. غربوك يا حبيبي غربوك، يا الله ابنك وعن عيني بعدوك. اليوم عيد ابني هو بالغربة، الله يحميه ويحمي كل الشباب اللي فلوا غصب عنهم وعن أهلهم. صعب يا ريما بس أكيد أحسن لهم من هون. بسطيله ليلى، أنا انبسطت له من قلبي من قلبي. ريما جيت من طرابلس عجبال، مش معقول يوم العجقة هيدا الزل قد ما بدك اليوم. ايه يمكن قبل ما تصير 60، لانه البراكس قال 60. بقدي عم بيعبوها هلا؟ بلشوا 60 يما؟ لا اصلا 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 46. ايه ما بلشت 60 بعد. والبراكس ناشد رئيس الجمهورية انه ياخد قرارات ما بعرف شو هي، فيترأس اليوم الرئيس عون اجتماع بضم البوطة، وزير المال غازي وزني، وزير الطاقة ريمو غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للموضوع في للبحث في موضوع الدعم على المحروقات. سو ناطرين هالاجتماع شو بده يصير. يعني بتعرفوا فيه 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 شخصيات كبرى يعني بالبلد، اكبر من هيك ما بقى فيه. وزير الرئيس، وزير المال، وزير الطاقة، وحاكم مصرف لبنان، شو بدك أحلى من هيك؟ هلا بيجيبوا لنا شوية بنزين عقدنا يقدونا هالويك إند، والتنين لناظري هي قريب أو بدهم يبلشوا يعملوا ترشيد الدعم. نشكر الله لا عم ننهب ولا عم نسرق، كله بتعبنا وضميرنا مرتاح ابدا. لو ايه فانتروا القرارات الكبيره اليوم عم شيء بعدين اللذة انه بينتروا الناس ل يعني لتقول اخ، بعدين بيعملوا هالاجتماعات ليقولوا لها انه بعد في اخ اكثر. ما بعرف توقيتها يعني، يعني هيدا على اخر لحظة مثلا البنزينات نعمل اجتماع منزبطها نطلع ابطال ابطال المرحلة، وبصير الجمهور العظيم الحبيب يزقف لنا يقلنا شكرا. انتبهوا بصير يقلنا شكرا على حقوقهم، شكرا على الادنى المقومات العيش، ولاحظوا راح يكون في ناس يقولوا لهم شكرا. أبلتو بالروح بالدم. ما بعرف إذا رح يمرقوا هن ومرقين على الترمبات وأوضاع، هن ومرقين على المازوت والبنزين، رح يمرقوا كمان على المخابز والأفران اللي كشف نقيب المخابز والأفران أمس إنه الأسبوع المقبل رح يرفع الدعم عن الخميرة. ليكم من وين منعرف؟ من نقبة يعني، مش من الدولة، مش من الوزير، ما حدا قادر قال يتحمل هالشي على ضميره يا حرام. وفي حال بقي سعر الصرف 15,000 ليرة ورفع الدعم عن المشتقات النفطية والخميرة، رح تكون الربطة حوالي الكيلوغرام الواحد بين 7,000 و8,000 ليرة. يا ريماس كوت of the day. اختصر في المكالمات، اختصر في الرسائل، اختصر في ردود الأفعال، اختصر في البوح، اختصر في الحب، واختصر في العطاء. دعك من نظرية العطاء بلا حدود، فلكل شيء حده، وأنك لسوف تفرغ ولن يملأك أحد. يا ريماس quote of the day. صباح الخير من جديد. فيما يتعلق بالكوت، مش انه تكتم مشاعرك ولا اقوالك ولا مات ورأيك ولا شيء، هو بس اخر بارت منه انه بهالايام اذا فضيت ما رح يملأك احد، فاختصر بالاشياء، بردات الفعل، بالطاقة، بكل شيء بيروح هدرا أغلب الوقت على أشياء بلا طعمة. بس هيك
كله يعني علميا لما تفرغوا حيلا المازوت نزلنا عايشين على المازوت والبنزين بتفرغوا بيفضى بدك ترجع تعبيه، وهات تلاقي بهالزمن المرير مين يعبيك طاقة وحب وفرح وإصرار وتصميم وشو بعرفني وأحلام، وهي كتير قلي إنه كتير صعب يعني إلك إلك يعني كتير مؤثرة الغنية هي من أيام الحرب عملها عزار حبيب أستاذ ليس ناصر الله يرحمهم اثنينهم. اوكي الراديو اوكي الراديو كتير منيح وبيرفكت ومش مزبوط اللي قالته المدام، مدام تبع اللي عم تخشخش عنده وشدوا العزقة هيئتها من هيدول عم تجرب تسملي بدني بس she cannot ما بتقدر خشخش من دون خشخاشي. اختصر في المكالمات، اختصر في الرسائل، اختصر في ردود الأفعال، اختصر في البوح، اختصر في الحب، واختصر في العطاء. دعك من نظرية العطاء بلا حدود، فلكل شيء حده، وأنك لسوف تفرغ ولن يملأك أحد. ايه دعك من نظرية العطاء بلا حدود، هيدي بس بالأفلام أو أنه ما بتمشي بحياتنا. بشرفكن خلص نحن نسميهم نادين من هوديك. هلأ حرام يمكن تطلع المرأة عن جد بدها تسمعه وعم بخشخش مت، ويمكن تطلع هيك مرقت علي شوي شو من هوديك يعني مدام ريقت لي اليوم أنا يعني الله تشفع فيك. ما بعرف إذا هالإيجابية اللي عندي إياها لأني رايحة اليوم افتح حساب فريش عم أقولهم للي لقيت إنه ليك لقيت إنه عندي كتير مستمعين برات لبنان مستفيد منهم عندي قصص على الأونلاين يعني على اليوتيوب تشانل تبعي بيجيني دعايات وهيك ماشي يعني أنا ماني يعني بس يعني ما بنزل عليها كتير إشياء بس أنا من اليوم ورايح رح نصير ننزل إشياء ونطلع مصاري فبدهم أكاونت فريش. ورحت سألت قالوا لي إنه تنتري يومين لنجيب لك موافقة. قلت لهم آه كمان ليموني حامضة بدهم موافقة من الفرع الرئيسي مدري من المصرف لبنان شو بعرف ما بعرف ليه بدهم موافقة يعني فأنه فريش وعم فوت على البلد فريش يعني إنه شو بيدرسوا لي مثلا أخلاقي هيدا إذا ما حققوا مايك إيه عن جد لشو بدك إياه وهيك. قالت المدام عم بتقول تبع العزقة إنه عم تضحك أول شيء لو من هوديك ما بتضحك ايه مني من هول وعن جد في خشخشة عساسين وصلنا الفيل. اوكي مدام وتانكيو انه قلبك يعني رحب وهيك وما تلأمنت علي مثل ما تلأمنت عليك بس بتعرفي يعني بدنا نتفهم بعضنا بهالأيام. أول ما افتكرك من هونيك بعمل بانيك عرفتي بخوفوني هول مدامات. ليش الدولارات يلي كانوا شو مربى كومبوت بميشال ايه هوديك مش فريش لا. وقالوا لي انه جيب معي $20 او $30 انه شي لانه اذا ما فات شي على حسابي الفريش بدهم يتلفنولي ويقولولي تعي ادفعي اللي عليك لأنه بشهرين سموا لي إياهن شهر 10 شهر 6 ما بعرف نسيت بدهم ياخدوا فيز $10 فريش يعني إذا ما فيه الحساب هول $20 رح يدقوا لي ويقولوا لي نزل دفعيهن $20 لأنه بدهم ياخدوا عليه للحساب مش بشيلوا من حساب الدولار اللي عندهم لا لأنه هوديك كومبوت مثل ما قلت منيحة هوديك كومبوت ما قلون بدي جيبها بإيدي هيك امسكها للـ$20 وأعطيهم إياها صعب الموقف منيحة جان جاك
قال بعتي لنا رقم الحساب بس تفتحي تنشتري الاذاعه ونبلش تحويل اموال مش هاي الاذاعه انه لنشتري اذاعه كنا عم نقول انه في اذاعات فئه ثانيه رح تسكر وهيك بس فئه ثانيه ما فينا نحكي فيها سياسه مع انه كله عم بيحكي سياسه بس انه بالقانون ما بعرف والله مين باقي ومين فالل anyway, خليني اشوف رسائلكم مبسوطة فيكم اليوم يلا اسرع اسرع للي بدي مني طلب عشرة الا عشرة انا حامل زيني عريس على الفريش فريش فاضي يا زلمة مش مالين مارك نحن بتركيا بنسمع صوتك الحلو والنت وكل شي واصل بلا خشخشة الحمد لله نعمة كريم ما بنعرف لأمتين معقول يطلع معهم بالاجتماع اليوم انه الليرة والبنزين بألف خير معقول عندك شك بيطلع معهم كل شي هاو انا بشتغل بالمطار اذا بدك شي سكوب عنه انا بصور لك بلا ما ينذكر اسمي العجقة بالمطار من ورا اللي عم بفلو يلي عم بينقلوا الشنط سو كل مكانات واقفة وبتنطري أربع ساعات لتجي شنتك لأن حاطين أشخاص من جنسية الهندية يعني محل الموظفين الميدل إيست تبع الشنط حتى الفلة فيها زل أو كلهم تعليقات على المدام تبع الترمبة إذا حدا التقى هيك شيء مش معقول بعدين كتير كمان تأثرت امبارح خبرتونا الخبرية رجعت شفتها يعني حكينا عنها رجعت شفتها بالليل على الام تي في ما بعرف اذا هيدي هي ذاتها الدرك اللي عمل ضبط للناس اللي جربوا يعملوا نوع من الاعتراض انهم يوقفوا سياراتهم بنص الطريق او اي شيء للاسف انه نحن مش منيح مع بعضنا صراحه كل إذا بتحضروا أفلام أو بتقروا تاريخ أو أي شيء الثورة لتنجح الجيش والقوى الأمنية بدون يقفوا معها بأي طريقة من الطرق يصطفلوا لأنه هني كمان عم بتعذبوا وهني كمان عم بيعانوا وهني كمان عم بينزلوا ميت زلة وقاعدين يعملوا لهم مؤتمرات ليجيبوا لهم أكل هيدول اللي ندروا يفدوا روحهم كرمال الوطن قاعدين يعملوا يشغلون يا يضربوا الثوار يا يعملوا زبوطة لشي حدا قرر هيك من الزل اللي عايشه من القهر اللي عايشه انه ياخد موقف ويوقف سيارته بنص الطريق هيك ما بيمشي الحال نحن كلنا لازم نكون مع بعضنا اوكي اذا جماعة الاحزاب ما بهمهم غير صباط الزعيم يصطفلوا بس انتوا معنا انتوا بهمكم البلد حربي سكر ايه والله جوية بس يجربوا بس بيجربوا يعملوا دراسة عن حالتنا النفسية شو بيطلع معهم بلاوي زرقة على فكرة صحتنا النفسية في مدام مش عم بقدر ارجع ليه ان شاء الله تكون عم تسمعني ما عم بقدر لقي مساجة بعتت لي اياه وكتير عبالة انه جوابها كانت عم بحط بالسيرتش اي هيدا هو اوكي لقيته مدام ما بعرف شو اسمه اوكي بونجور سؤال بيرسونيل تاخدي سيبراليكس مبارح كنت عند بسيكياتر وبلشت مبارح انا بحاجة لرأيك اذا بتاخدي بليز thanks ريما much love عم جاوبك هيها اونلاين ما بعرف اذا عم سمعنا anyway انا ما باخد يعني ما اخدت بعد لهلا بس بعرف كتير ناس بياخدوا و خبرتكم انا قصة البسيكياتر اللي رحت لعنده يعني كان اول واحد يعني مش بسيكوثيرابيوت يعني انه دغري قال لي خدي دواء بدون ما يسمعني وقال لي انت مصدر طاقتنا ما فيك تضعفي وقعد يعطيني انه معنويات انا مش بحاجة لها مرة من زمان هيك عملتها رحت بس انا لان عندي زي بدك رأي يعني ما تاخدي علي انا ليه ما باخد سيبراكس او غير دواء مش لاني مش مكتئبة بلا مكتئبة واكيد عندي كتير اشياء اكتئب عليها بهالبلد مش هلأ من زمان بس
ما حدا وصف لي، ما رحت عند حدا وصف لي وما بدي أخده من عقلي. بس كتير ناس يعني بياخدوا وماشي حالهم، والطبيب بده يتابع أوقات بينقص أوقات بيزيد أوقات بيمشي دوايين سوا مع بعضهم. في ناس أكيد ضد الأدوية بالمطلق، بس ما بعرف قد ايه بعده موجود. يعني إنه تقوم تتعودي على دواء ويوقف كمان، بس لهلأ بعده موجود لأنه كتير كتير عليه طلب، كتير عليه طلب. وعم يوصفوا الحكمة، ما تاخدي علي أنا إذا بياخد أو ما بياخد، يمكن أخد، بس أنه هلأ ما بياخد. عرفتي؟ شوفي إذا بترتاحي يعني مش معقول يشخص لك حالتك يعني هيك يلزمك بدواء وأنت مش عايزتي. بتكوني عايزتي، بس أنا لأنه عندي شوية اضطرابات بالأكل، يعني eating disorder، فبخاف منهم هالأدوية لأنهم بينصحوا يعني بيروقوا لدرجة بصير أكل قد ما بدي، وأنا بخاف أكل قد ما بدي. يعني بنصح بعمل depression تانية، هي بصير بدي دواء تاني. فكل واحد حسب يعني هو من شو بيعاني، من شو بيخاف، من شو هيك. وعدكن مرة أنه يكون معي طبيب يحكي عن هالأمور وتسألوه اللي بدكن إياه. بعتذر أنا تأخرت لأن ما عم بنزل على الإذاعة، بس إن شاء الله الأسبوع المقبل خلص هالجمعة بحكيه بناخد موعد بسألوه كل الأسئلة اللي بدكن إياها، وأنا كمان بقدر استفيد منه كلنا. صارت هاي الأشياء لازم نحكي فيها عن صوت عالي، واضطرابتنا النفسية عادية جدا 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 جدا. حتى في ناس أنا بعرفهم، بعرف إنه حياتهم بالشكل هي ممتازة ماديا ومعنويا وبالشغل وبالشكل وبالكل شيء، بس يعني بس بياخدوا هالأدوية لأنه عندهم تراكمات من طفولة. يعني منا اشياء انه دليل على انك ضعيفة اذا اخدتيه، او دليل على انك بائسة ويائسة وما بتسوي وما بتتعاشري. اوقات هي علاج لاشياء مرقت كتير بحياتنا قديما ما طلعت من الباطن تبعنا وبقيت عم بتأثر يوميا على حياتنا، بتعملنا مش مشاكل نفسية، اوقات تعملنا بس زعل بدون مبرر. وهيك عندي رنا، والله ما خليت دواء اعصاب ما عم يمشي الحال، ما في ادوية برمت على بروزاك، ما في بركي في شي مثله للبروزاك. اوكي خليني اشوف بعد كم رسالة. نجاتي فارماسيان، قديش عنا مرضى سيبراليكس، وانا كنت عم فكر اخده، هي فارماسيان يعني مهم موجودين. داني لحظة، داني شو بعت لي داني اوكي عم بيقلنا نيانكسيتين هو مرادف يعني جنريك البروزاك، فيك تاخدي نيانكسيتين غيره. I'm not okay. It's okay not to be okay. We are not okay. كلنا سوا، لأنه نحن بعد عنا الناس اللي بتسب الناس. يعني لما بتقول مثلا بتتنمر على شكلنا، بتتنمر على عمرنا، تتنمر على شو بعرفني تيابنا، تتنمر على كل شي فينا. في منهم بيتنمروا انه ليك هيدا بياخد بروزاك، بعدنا يعني انه من هالشعب الغشيم الجاهل. فنحن تخطينا هالمرحلة وفينا نحكي بهالمواضيع يعني قد ما بتكون وعلى صوت عالي، ونساعد بعض من خلال تجربة بعض. I'm not okay. Okay. Let her ask for any generic Cipralex. أكيد بيعطوها.
وداد يعني انت عم تطلبي مني حلقة عن هالموضوع وهينا عم بحكي عنه. برازاك ما عنا في جيلوكسيتين عم بيقولوا, بس انه جربوا اذا بتقدروا كمان. ما بعرف قدي بكرة بنسأل الدكتور قدي يعني زيارة الطبيب بتكلف, لانه في ناس عم ياخدوا منهم لحالهم وبيجوز ما يكون بينفعهم. وانا خايف كتير من الجينيريكات اللي عم بيعطونا اياهم حكمة هون على الواتساب, كتير ممكن منصدقهم. بس اليوم كمان كنت عم بقرأ عن ادوية غريبة عجيبة عم يوصفوها بعض الفارماسينية بس ليبيعوا للأسف, وهي مضروبة يا خلصة مدتها يا من بلد غير مصرح فيه انه بيقدر يعني الدواء منه FDA approved ولا شيء. عم بيعطوا شو ما كان كيف ما كان, فبليز انتبهوا. مشال عيم لحظة انا انه اوجيرو ما فيه, يعني اوجيرو كلها بعضها اليوم مضروبة. ما بعرف, بكل الأحوال اختصر يا صديقي, اختصر اختصر, دعك من النظريات تبع انه اعطيه بلا حدود وما تنطر شي بالمقابل. كلنا بدنا شي بالمقابل, بالحب ما فينا نحب بالعطاء نفس الشي. يمكن ما يعطينا الزيت اللي منعطيه, بس بده يعطينا شي بالمقابل, يمكن راحة يمكن ضحكة يمكن فرحة, اي شي. دعك من نظرية العطاء بلا حدود وما تعطي 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 تعطي, لانك رح تفضى, واذا ما لقيت مين يعبيك رح تكون خسارة كبيرة. يا ضلوا بخير, كنت قبل قلكن ضلوا بخير, هلأ انه بليز انه بي سيف, ضلوا بخير. يا ريماس quote of the day. اختصر في المكالمات, اختصر في الرسائل, اختصر في ردود الأفعال, اختصر في البوح, اختصر في الحب, واختصر في العطاء. دعك من نظرية العطاء بلا حدود, فلكل شيء حده, وإنك لسوف تفرغ ولن يملأك أحد. يا ريماس quote of the day.